صباح الفل عليكم. احنا النهارده في السوق بتاع البلد اهو تاني. النهارده الخميس، الفلفل ده الكيلو بخمسة؟ كيلو بخمس. طب والبرنجان؟ البرنجان 3 بـ10. 3 بـ10. والبرنجان التاني اتلفت، البرنجان والرفيع كله 7 بـ10. دي 3 بـ10، كله 3 بـ10. صباح الفل يا حاج. البرنجان ده بقى بكام بقى النهارده؟ 4 بـ10. الـ4 بـ10. والله برنجان طازة وجميل، فلاحي ده طبعا. راجل الامير دوت يا جماعه، موجود اهو في السوق بتاع اليوم الخميس اهو، الاربعه بعشر. صباح الهن. ليمون بكام يا حاج؟ بـ5 جنيه. ليمون زي الفل اهو. صلاه على ده الخزين بقى ولا ايه؟ ده الحادق اللي هو اللي بيتحدى الايام دي. صباح الفل عليه. الفلفل ده بكام يا حاج؟ 5. والبرنجان؟ 3 بـ10. والفلفل اللي هو الحار ده حار؟ بارد برضه. بكام؟ زي دي، ربنا يرزقك يا رب. صباح الفل. البرنجان بكام يا حاج؟ الـ2 بـ5. والفلفل الجميل ده، فلفل حلو يا علي. جميل والله العظيم. انا جاي بس، انا كنت جاي، انا جبت فعلا. والخيار بكام؟ بس حاجتك حلوه. صباح الهنا عليك. الكيلو الابيض ده يا جماعه بتاع المحشي اهوت، كيلو ونص بـ5. صباح الفل. ده شبت وكزبره، الرابطه دي بكام يا حاج؟ هات كده، انزل تحت شويه اهو. دول شبت وكزبره اهو زي الفل، بس طبعا ده لسه جاي من الوقت من الغيط صح. والجرجير ده بكام؟ بجنيه. هات لي بـ5 جنيه شبت وكزبره اهو. وايه كمان عندك؟ سريس وفيكس. ها؟ في سريس وفيكس. هات سريس. لا هات سريس بس، هات سريس وشبت وكزبره عشان هنعمل محشي. شوفوا يا جماعه، احنا بقى عند المعلم صفت المحترم ده، اقوى واحد بيبيع اقل الاسعار في ابو تشيش في السوق تمن اهو. اللي انا بناتي اهوت، اللي انا بكام يا حاج؟ 8 جنيه. 8 جنيه يا جماعه، ده بيبقى قطاعي. صحراوي ب10. وده صحراوي يا جماعه، ده فلاح. اللي ورا ده فلاحي. سكر. كله سكر. ده اللي هو الجبلي بقى اللي جميل. الجبل ب10. ازيك يا سيد؟ صباح الفل. ده ب10 خلاص. البرقوق ب15 سكري. البرقوق ب15 يا جماعه، اللهم صل على النبي احسن. تفاح لبناني ب 20 جنيه. والله دي حاجه حلوه جميل. تفاح لبناني بكام؟ ب 20. 20 جنيه بلاش. كيلو طماطم بخام. تفاح ب اللهم صل على سيدنا. التفاح ده ب 20 جنيه يا جماعه، تفاح لبناني اللي هو ده بتاع التلج ولا سوري اللي بتاع التلج؟ اللهم صل على سيدنا. هو لبناني وسوريا واحد. صباح الخير حبيب قلبي. اللهم صل على سيدنا النبي. كمتر 2 ب 25. كمتر الاثنين ب 25. هاي. والمانجا؟ المانجا ب 15. دي سكر. العوز ما جاتش ليه؟ هتيجي حالا. المانجا ب 15 يا جماعه. ليمون كيلو ونص ب 10. والليمون الكيلو ونص ب 10. والبطاطس ب 5 جنيه. 5 جنيه. والطماطم ب 5 جنيه. والطماطم ب 5 جنيه. والبطاطس بكام؟ 5. 5 جنيه. البطاطس بكام يا حاج؟ يا حاج بكام الكيلو؟ وربع ب 10. دوس بومطة ولا تلاجة؟ كيلو وربع ب 10. ازيك يا بحراوي؟ صباح الفل. كوسة، دي كوسة فلاح، كيلو وربع ب 10. والطماطم بكام؟ كيلو ونص ب 10. والفلفل ده كيلو ونص برضه؟ الفلفل الفلاحي ده كله كيلو ونص ب 10. كل الفرش ده كيلو ونص ب 10 اهو. ربنا يرزقكم يا رب. البصل ب 4 جنيه. الـ4 كيلو ب 10. الـ4 كيلو ب 10 جنيه بصل جميل. ناشف يا حاج.